اهلا بيكم. جيم ستوب، سمعتوا عن الشركة دي؟ سمعتوا على الفرقعة اللي عملتها في البورصة الفترة اللي فاتت؟ سمعتوا ان في ناس كانت بتستثمر فلوسها في الشركة، بتستثمر ميات ألوفات، فجأة اوفر نايت نصحوا يلاقوا نفسهم اصحاب ملايين؟ وسمعتوا على الشركات الضخمة جدا اللي خسرت بلايين الدولارات في الشركة دي؟ انا متأكدة ناس كتير دخلت اونلاين، حاولت تقرا، حاولت تسمع الاخبار عشان تعرف ايه اللي بيحصل، بس الحياة العملية معقدة جدا، لان الترمينولوجي اللي بيستعملوها في الستوك ماركت والفاينانسز حاجه اخر تعقيد. وغير كده كل شويه نسمع اسامي شركات جديده، شويه نسمع روبن هود، وشويه نسمع ميلفن كابيتال، وشويه نسمع سيتاديل سيكيورتيز، وشويه نلاقي ايلون ماسك بتاع تسلا دخل في الموضوع. لا يا جماعه، الموضوع معقد، وبصراحه احنا محتاجين حد يفك لنا اللغه رتمات عشان نفهم ايه اللي بيجري حوالينا. لا تقلقوا لا تقلقوا، انا هذا الرجل. انا في الفيديو ده هشرح لكم بلغه سهله وبسيطه جدا، بلغه يعني الناس البسيطه، ايه اللي حصل في الستوك ماركت، والناس كسبت ملايين دي ازاي وخسرت الملايين دي ازاي. هشرح لكم، ومين عارف جايز لما تفهم البورصه بتشتغل ازاي انت كمان تحط فلوسك في البورصه، ويمكن انت كمان في بين يوم وليله تلاقي نفسك من اصحاب الملايين. اشمعنى هم يعني كسبوا وانت لا؟ مين عارف، يمكن الفيديو ده يكون اول طريق ليك للنجاح. تعالوا في الفيديو ده اشرح لكم ببساطه ايه اللي حصل في موضوع جيم ستوب. معاكم رانيا سلطان، ودي حكايات من الولايات. كده بما انك هتسمع معلومات مهمه جدا، يا ريت تعمل سبسكريبشن في القناه وتدوس لايك علشان الفيديو بتاعي يطلع لفوق فناس كتير تستفيد منه، لان الفيديو ده حيوي جدا جدا جدا. وريت تشير الفيديو لاصحابك، لان انا بعمل مجهود كبير عشان اجيب لكم المعلومات بطريقه سهله ومبسطه، فانت كمان بس ساعدني ان انت تنشر الفيديو ده. طيب تعالوا نتكلم مبدئيا كده قبل ما نشرح جيم ستوب، تبقى فاهم الناس بتكسب فلوسها ازاي جوه الستوك ماركت، جوه البورصه. بتكسب عن طريق حاجتين، وسعر السهم عمال يطلع ممكن تكسب، وسعر السهم عمال ينزل برضو ممكن تكسب، ولكن التكنيك اللي هتكسب بيه في ده يختلف عن التكنيك اللي هتكسب بيه في ده. لما سعر السهم يطلع، دي الطريقة العادية اللي احنا كلنا عارفينها، انت بتبص على شركة فتلاقي فيه شركة من الشركات ناجحة، والله شايف ان سعر السهم بتاعها النهاردة 10 دولار، فتقول خلاص انا هشتري السهم النهاردة ب10 دولار، واستنى شوية، تستنى شهر 2 3 6، هوب لقيت سعر السهم بقى 16 ولا 17 دولار، تقول بس انا هبيع. فانت اشتريته على 10، بعته على 17، يبقى انت عملت مكسب 7 دولار في السهم الواحد. دي طريقة سهلة وعادية وستريت فورورد كل الناس عارفينها. في ناس عندها فلوس كتيره جدا ممكن تحطها في البورصه وتنساها شويه، يعني مثلا لو انت عندك شويه ألوفات كده ممكن تسيبها في البورصه، تحطها تشتري اسهم وتسيبها سنه 2 3، فسعر السهم يطلع جدا، فممكن تعمل مكاسب كبيره، ممكن تعمل ألوفات، ممكن تعمل ملايين. بس الناس اللي تقدر انها تربط فلوسها في البورصه فتره طويله هي الناس اللي عندها دخل كويس. في ناس تانيه ما تقدرش تعمل كده، فتستثمر حاجات بسيطه، يعني تشتري السهم وبعد اسبوعين ثلاثه تبيعه، وفي ناس تشتري النهارده وتبيع بكره، تشتري بكره وتبيع بعده، تقول لك اعمل مكاسب صغيره ولكن سريعه بحيث ان فلوسي دايما تبقى معايا. فلما يشتري السهم ب 10 دولار بعد اسبوع بقى السعر 11 دولار، اهو عمل دولار واحد في السهم، ولكن احسن من ما فيش، من هو ايه ما يكسبش خالص. الناس دي ممكن تعمل يعني 500 دولار مكسب، 1000 2000 5000، حلوين حلوين، كويس قوي مكسب كده بيجيله على الجنب ايه ينفعه. ففي صغار الانفسترز اللي بيسموهم الاماتشور انفسترز، اللي هم الهواة بيشتغلوا في ارقام صغيره ويكسبوا ويبيعوا بسرعه بسرعه بسرعه، فايه دي طريقه. الطريقه الثانيه بقى اللي هي والسعر السهم نازل، في شركه بتخسر. الطريقه بقى ان انت تكسب والسعر شركه خسرانه ازاي؟ اول حاجه ان انت بتروح تستلف السهم. انت عرفت مثلا ان الشركه دي سعر السهم بتاعها النهارده 100 دولار، بس الشركه دي بتخسر والمؤشرات بتاعتها نازله لتحت، فتروح تستلف السهم. انت مش هتشتريه، مش بتاعك، انت بس بتستلفه. واليوم اللي تستلف فيه السهم تاخده وتبيعه، هتبيع السهم بكام؟ ب 100 دولار، ده سعره دلوقتي اللي موجود في السوق، فانت خدت في ايدك 100 دولار، ولكن السهم ده انت مستلفه لازم ترجعه لاصحابه. فتقعد تستنى شويه، شهر 2 3 سعر السهم بدا ينزل 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 لغايه ما بقى سعره 40 دولار مثلا، فتقول بس انا هشتري سهم على 40 دولار، تشتريه على 40 دولار وتروح مرجعه للناس اللي انت استلفته منهم. بس انت كده عملت مكسب، لان انت بعته ب 100 ورجعت اشتريته تاني على 40، ففي 60 دولار فرق انت كسبتهم دخلوا في جيبك.
الطريقة دي بيسموها شورتنج، بطريقة تانية مبسطة. أنا عارفة الموضوع ده ممكن إيه يكلكع شوية، هشرحه لكم تاني. افرضي مثلا إن أنت في شنطة شيك قوي سعرها مثلا 1000 دولار، ونفسك تمسكي الشنطة دي، فروحت لصاحبتك اللي عندها الشنطة قلت لها ممكن استلف منك الشنطة اللي ب1000 دولار دي؟ قالت لك ماشي. سلفتك الشنطة، خدتيها منها في نفس اليوم هي ب1000 دولار، رحت رايحة للمحل بعتيها، محل جنب البيت، قلت لهم بصوا خد يا جماعة بيعوا ايه، انا عايزة ابيع الشنطة اللي ب1000 دولار دي. فادوكي 1000 دولار في ايدك، ما عندك 1000 دولار حلوين اهم دخلوا جيبك انت، ايه تمام. بس الشنطة دي مش بتاعتك، دي بتاعت صاحبتك. فصاحبتك استنت عليكي اسبوع اتنين شهر اتنين، وبعدين قالت لك لو سمحتي انا عايزه الشنطه بتاعتي. قلت لها حاضر. رحت للمحل بصيتي لقيتي سعر الشنطه نزل، بقى كام؟ بقى مثلا 500 دولار. قلت بس اشتريها. اشتريتيها على 500، رجعتيها تاني لصاحبتك، ويبقى انت عملتي مكسب كام؟ 500. انت بعتيها في الاول ب1000 ورجعت اشتريتها لها تاني بكام؟ ب 500. فانت حطيتي في جيبك مبلغ صافي كده 500 دولار. مين اللي بيعمل الحكايه دي؟ الشركات غالبا اللي بيعمل الشورتنج ده هي شركات اصحاب الملايين. لما بيكون في شركه متعثره في السوق وبتدي تخسر، يروحوا اصحاب الملايين دول يخشوا على الشركه يعملوا موضوع الشورتنج ده. العمليه دي بيسموها سكويزنج ذا جوس اوت اوف ذا كومباني. يعني شركه يا حرام متعثره وها بتبتدي ها تقع، يروحوا الشركات التانية جايه عامله موضوع الشورتنج ده يسحبوا دمها تماما، هم يعملوا بلايين الدولارات والشركه تقع تماما. يمكن ما يقوم لهاش قومه بعد كده، يمكن يعلنوا افلاسهم، يمكن اصحاب الشركه يترفع عليهم قضايا ويخشوا السجن. للأسف هو ده اللي بيحصل في الماركت، اللي بيقع تكتر سكاكينه على طول. طب لو أصحاب الشركات الغنية دي اشتروا السهم بتاع الشركة اللي نازل، اشتروه مثلا برضو ب1000 دولار، وفجأة لقوا ان سعر السهم بدل ما ينزل هما كانوا متوقعين انه ينزل، طلع بقى مثلا 5000 دولار، خسروا لان هما استلفوه ب1000 دولار، لكن النهاردة لازم يرجعوا سعر السهم وهو 5000 دولار. هنا بقى ايه الخسارة بتاعته؟ هو ده بالظبط اللي حصل في جيم ستوب. جيم ستوب شركه بتاعه فيديو جيمز، بتبيع فيديو جيمز للولاد وبتاجر لهم فيديو جيمز، عامله زي بلاك باستر. فاكرين بلاك باستر زمان؟ لما كنا زمان واحنا صغيرين كنا نروح بلاك باستر دي نشتري، يعني نستعير منها الافلام وناجرها ونرجعها لهم تاني ونشتري افلام منهم وكده. نفس بلاك باستر هي كانت جيم ستوب بالظبط. ولكن الشركه دي يعني سعر السهم بتاعها يعني في احسن حالاته يوم ما معظم قوي سعر السهم وصل 30 دولار. الكلام ده كان سنه 2016، ده يعني اعلى ارقام وصلت لها جيم ستوب. وبعدين جيم ستوب بدات تخسر، بدا سعر السهم ينزل بقى ايه 17 دولار، 16، 14، بدا يخسر. والشركه الحقيقه بدات تخسر، محلات كتير بتاعتها بدات تقفل، خصوصا بقى في الفتره اللي فاتت دي ما بقاش في حد يروح ياجر فيديو جيمز. الناس كلها بقت ايه الجيمز على الانترنت على طول، ويعملوا داونلود ابس وكده، ما بقاش حد محتاج الشركه. الشركه عماله تخسر، عماله تخسر تخسر، لغايه ما شهر ابريل اللي فات 2020، يعني اقل من سنه فاتت، سعر السهم كان وصل 2 دولار و80 سنت. خلاص الشركه بتقفل بتنتحر. فجي شركات بقى كتير، الشركات الغنيه يجوا على الشركه اللي بتقع ويروحوا ايه يجهزوا عليها، وبداوا يعملوا عمليه الشورتنج دي، يستعيروا السهم ويشتروه ويستنوا لما سعر السهم ينزل في الارض عشان يبيعوه ويعملوا ملايين. ولكن سعر السهم بدا يطلع شويه بسيطه، فبدا من 2 دولار 3 دولار على يوليو اللي فات 2020 بدا يبقى 4 دولار، ها وقف على رجله شويه. المهم ان جيم ستوب دي غيروا المانجمنت بتاعتها، جابوا بورد جديد عشان يساعد ان هو يبيعوا الجيمز بتاعتهم اونلاين، بدل ما يبيعوها فيزيكال فيديو جيمز يبيعوها اونلاين. بدات السهم ايه الشركه تقف على رجلها شويه، فبدا سعر السهم زي ما قلت لكم كان 2 دولار ب4 بقى 16 17، يعني ماشي ماشي الحال. لغايه يناير اللي فات اللي هو 2021، شهر اللي فات على طول، جيم ستوب بدا سعر السهم يوصل ل 60 و70 دولار، عمرها ما حصلت في حياتها. يوم 22 يناير سعر السهم كان 65 دولار، بعدها بخمس ايام، خمس ايام بس، يوم 27 يناير سعر السهم نط 347 دولار 51 سنت، من 65 ل 347. تاني يوم اللي هو 28 يناير نزل 197، تالت يوم اللي هو 29 يناير طلع 329، ونزل وطلع على اخر يناير وصل السهم 420 دولار. اخر اربع خمس ايام في شهر يناير جيم ستوب عملت حاجه خياليه، سعر السهم بتاعها نط، يعني زاد بنسبه 1700%.
انتوا سامعين الرقم؟ سعر السهم زاد 1700%، حاجه رهيبه رهيبه. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى السهم ينط النطه الرهيبه دي والناس تعمل الملايين دي؟ في ناس على فكره كانوا نايمين بالليل، يعني عندهم شويه الوفات في البنك، صحي لقوا نفسهم مليونيرات. في طفل عنده 10 سنين في مينيابوليس، الولد ده مامته كانت مديله $60 يلعب بيهم في البورصه، يعني حبيبي اشتري اسهم في جيم ستوب كده تلعب بيهم مش مشكله، خسرت $60 مش قضيه. الولد ده عمل مكسب في اليومين دول $32,000. في واحد تاني كان معاه $4 مليون عمل مكسب $50 مليون، من 4 مليون ل 50 مليون، هو صحيح بالملايين برضو بس يعني ارقام رهيبه، ناس عملت ملايين. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى يا ناس؟ ايه اللي حصل؟ فهمونا. اللي حصل ان في صغار الانفستورز بيتكلموا على بلاتفورم كده اسمها ريديت. ريديت ده عباره عن اب زي فيسبوك بالظبط، الناس بتخش بتتكلم، كل جروبات، كل مجموعه كده انترست جروبس بيخشوا يتكلموا الموضوع اللي يهمهم، بتحب الارت، بتحب الفن، بتحب الرياضه، تدخل مع مجموعه كده تقعد تتكلم. ولكن ريديت الحقيقه جروب يعني منظم اكتر بكتير من فيسبوك، وفيري ستراكتشرد، فيري اورجانيزد، فيري ريجيد، يعني انت لازم تكون اكتف عليه. فانت لو في وسط انترست جروب وما بتتكلمش ما بتتفاعلش بيطردوك بره على طول، لو حد سالك سؤال مره واتنين وما ردتش عليهم بيطردوك، يعني الحقيقه هم فيري ريجيد يعني. ففي جروب هناك اسمه وول ستريت بيتس، دول مجموعه من الانفستورز الصغيرين اللي بيشتغلوا بميات والوفات، بيتجمعوا مع بعض ويتكلموا سعر السهم طلع في ايه، شركه ايه، بيتكلموا مع بعض. فالناس دي جت قالت ايه؟ ما تيجوا يا جماعه نشتري اسهم من بتاعه جيم ستوب، لان في شركات كبيره اللي هي عملت الشورتنج دي وعامله ملايين عشان مستنيين الشركه تخسر. ما تيجوا نساعد الايه الشركه دي ونبتدي ان احنا نشتري اسهم. فلما اشتروا الاسهم سعر السهم زاد ونط زي ما قلت لكم كده في 5 6 ايام، نط 1700%. طبعا الناس كسبت لان سعر السهم ارتفع، الناس الصغار الانفستورز دول اللي اشتروا السهم ب 30 و70 و80 دولار هوب السهم بقى $300 و400، والناس اصحاب الملايين اللي كانوا حاطين فلوس عشان سعر السهم ينزل خسروا، لانهم لازم يرجعوا الاسهم اللي كانوا مستلفينها بملايين الدولارات. ده الجروب بتاع ريديت هو اللي كان عمل الموضوع ده. طب ايه موضوع بقى روبن هود واسامي الشركات التانية دي؟ روبن هود ده يا جماعة عبارة عن اب على تليفون انت بتنزله لما تحب ان انت تستثمر في البورصة، يعني انت مثلا عايز تعمل اوردر عشان تشتري سهم او تبيع سهم او تستلف سهم، بتعملها فين؟ بتروح لمكان معين وسيط كده هو اللي بيشتري لك ويبيع لك او بيسمح لك انك زي بالظبط لما تكون رايح مطعم وعايز تشتري اكل، بتعمل ايه؟ بتروح للمطعم بتعمل اوردر فيجي لك الاكل. نفس الحكايه انت بتروح لشركه استثمار بتعمل اوردر، والله يا جماعه انا عايز اشتري 10 اسهم في شركه نوكيا، 5 اسهم في شركه امازون، 10 اسهم في يعني كده، فالشركه الانفستمنت كومباني هي اللي بتبيع لك الكلام. غالبا الشركه اللي هي جو بتوين اللي في النص دي بتاخد منك نسبه، بتاخد منك عموله، بتاخد منك فيز، يعني كده علشان ايه تعمل مكاسب. جت بقى روبن هود دي ما بياخدوش منك حاجه خالص ببلاش. فروبن هود دي عباره عن اب بتنزله عندك على التليفون بتستثمر فلوسك عن خلاله وبياخدش منك اي فلوس خالص. طب والله يا جماعه روبن هود الناس طيبين وولاد حلال، يعني بيخلونا نستثمر من غير ما ياخدوا مننا فلوس، والله ولاد حلال يعني، والله يا جماعه هم يمكن يكونوا ولاد حلال طبعا، ما حدش ينكر انهم اكيد ولاد حلال، ولكن هم مش طيبين قوي كده، هم بيعملوا مكاسبهم بطريقه مختلفه. يعني اللي بيحصل ان هم بياخدوا الاوردر بتاعك اللي انت طلبته ده وبيبيعوه لشركات تانية، زي مثلا شركه زي سيتادل سيكيورتيز، دي شركه انفستمنت بيبيعوا لها الاوردرات بتاعتكم وبيعملوا المكاسب بتاعتهم. فانت لما تيجي تشتري الاسهم بتاعتك بدل ما كنت بتتعامل مع وسيط واحد بقيت تتعامل مع وسيطين، لكن انت كانفستور ما عندكش مشكله، ان شاء الله في وسيطين ثلاثه، المهم ان انا ما بدفعش حاجه والمكسب بتاعي بيجي لي، لا بياخدوا مني عموله ولا بياخدوا مني حاجه، فانا كده تمام. وشركه روبن هود اللي هي عامله الاب والله يا جماعه بتكسب الناس وهي كمان بتكسب، والشركه اللي هي زي سيتادل دي شركه انفستمنت والله بيجي لي اوردرات كتير، ليه لا؟ فالموضوع ايه؟ كل الناس مبسوطه، كل الناس فرحانه، اتس وين وين سيتويشن فور ايفري ون. لو كنت لغايه دلوقتي لسه بتتفرج على الفيديو بتاعي ده معناه ان المعلومات اللي بقولها لك مهمه جدا وفايداك لغايه دلوقتي، فلو سمحت اعمل سبسكريبشن في القناه وشير الفيديو بتاعي لان ده المعلومات دي تهم الجميع.
شركة روبن هود دي اللي كانت عاملة الآب دي بدأت تقريبا من سنة 2009 كده، لكن في الفترة الأخيرة قدرت إنها تكسب يعني كتير جدا، بقى عندها تقريبا 6 مليون مشترك عندها، و يعني قيمة الشركة دي دلوقتي تقدر ب 5.6 بليون دولار، فهي يعني شركة مش قليلة، عملت فلوس كتيرة جدا من ورا الشغل بتاعها ده مع صغار المستثمرين. وطبعا شركة زي سيتادل سيكيورتيز اللي هي الشركة اللي بتاخد الاوردرات بتاعتك وتجيب لك الاسهم اللي انت عايزها، برضو عملت من وراها ملايين الملايين او بلايين البلايين. فالحقيقه ايه، كل الناس مبسوطه، كل الناس كسبانه. طب ايه بقى موضوع ايلون ماسك واللي دخل والناس اللي خسروا؟ انا زي ما قلت لكم ان الشركات الضخمه دي اللي بتدخل تعمل شورتنج عشان تهد شركه واقعه على رجليها، الشركات دول كمان محتاجين وسيط عشان يتعاملوا مع السوق، فبيجيبوا شركات استثمار هم كمان. لكن النوع ده من الاستثمار بيسموه هاي ريسك، اللي هي ان انا ادخل في شركه خسرانه واحط فلوسي على شركه خسرانه، ده اسمه هاي ريسك انفستمنت. النوع ده من الشركات بيسموها هيدج فاندز، شركات خاصة بالهاي ريسك انفستمنت او الاستثمار ايه الخطر ده اللي هو ممكن واحد يخسر فيه كتير بس ممكن برضو يكسب فيه كتير. فواحدة من الشركات بتاعت الهيدج فاندز دي اسمها ملفن كابيتال. ملفن كابيتال دي بينها وبين شركة تسلا اللي هي بتاعت ايلون ماسك عداوة رهيبة. ايلون ماسك بتاع شركة تسلا زمان قوي كانت شركته بدأت تخسر هو كمان، وبدأت تسلا الأسهم بتاعتها تنزل، فجت بقى الشركات الضخمة عشان تجهز على تسلا وتجيبها أرضا. كانت شركة منهم شركة هيدج فاند يعني اللي هي شركة استثمار، كانت هي اللي بتدير طبعا الاستثمار بتاعت الشركات الكبيرة، راحت عاملة الكلام ده على شركة تسلا وكانت هتخسرها خسارة كبيرة، هي ايه ملفن كابيتال دي. لكن الحقيقة إيلون ماسك الحمد لله عرف يقف على رجله تاني، وشركة تسلا دلوقتي وقفت على رجليها، واللي رجع التاني واخدة شير كبير قوي من السوق، وقدرت الكبوة اللي حصلت لها انها ايه تعديها. ولكن الطار اللي بينه وبين ميلفن كابيتال لسه موجود. هو عارف ان ميلفن كابيتال حاطه فلوس كتير جدا في جيم ستوب عشان هتنزل، ومش جيم ستوب وبس، جيم ستوب، اي ام سي، بيت باث اند بيوند، ميسيز، دي اربع شركات دلوقتي بيخسروا، وميلفن كابيتال وشركات كتير من الهيدج فاندز دول حاطين فلوس كتير من بتوع المستثمرين بتوعهم في الشركات دي لانهم عارفين انهم هيخسروا، فبيحاولوا انهم يكسبوا اكتر قدر من الممكن والشركات دي بتخسر. ف جه بقى ايلون ماسك في يوم 22 يناير لما سعر السهم بقى 65 وبدأ يعلى يعلى يعلى، راح عمل تويتة كتب كلمة واحدة بقى، كلمة واحدة فقط، جيم ستونيك، يعني يا خبر ايه اللي فكل صغار المستثمرين اللي ما كانوش واخدين بالهم بصوا قالوا هو بيتكلم على ايه يا جماعة، ايه جيم ستونيك ده؟ ده جيم ستونيك ده بتعمل مكاسب، هوب الناس دخلت تشتري، سعر السهم نط بعد ما كان 60 دولار زي ما حكيت لكم، بدأ وصل ل 300 وبعدين 400، فكان ليه اثر كبير الكلمة بتاعته، خلت ناس كتير تشتري. طبعا جه على حساب مين؟ شركه زي ميلفن كابيتال اللي كانت حاطه فلوس كتير عشان مستنيين جيم ستوب يخسروا. فلما جيم ستوب كسبوا والسهم بتاعهم طلع، ميلفن كابيتال دي خسرت تقريبا مش اقل من 52% من استثماراتها، خساره فادحه. فبيقولوا ان ايلون ماسك كان بيعمل الكلام ده علشان تو جيت باك ات ايه ات الناس دي. وفي ناس بتقول لا والله يا جماعه ده الراجل طيب وبيقول يعني ان ايه ازاي نعمل كده، ويعني هو بيحاول ان هو يساعد صغار المستثمرين يقفوا ضد حيتان السوق اللي بايه بيمصوا دم الشركات اللي في السوق، يعني طيب مش طيب، المهم ربنا كبير يعني، وده اللي حصل. ولكن بعد بقى ما كل ده حصل والناس بدات تكسب والشركات الكبيره بدات تخسر واللي حصل ده، جت روبن هود اللي هي الاب ده اللي بيعمل، وراحت قفل على الناس القدرة انهم يشتروا اسهم تاني من جيم ستوب، وقال لهم انتوا جيم ستوب واي ام سي، قال لهم انتوا ممكن تبيعوا الاسهم اللي عندكم لكن ما تشتروش، قفلوا عليهم الباب ده. فمعنى ان انت تبيع وما تشتريش معناها ايه؟ سعر السهم بينزل. وفعلا سعر السهم بعد ما وصل 420 نزل 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 نزل، النهارده احنا في فبراير اهو، سعر السهم النهارده وصل 58 دولار بعد ما كان 420 وصل 58. طبعا صغار المستثمرين اتجننوا، قال لهم انتوا بتعملوا كده ليه؟ ازاي تقفلوا علينا؟ هم على فكره قفلوا على صغار المستثمرين انهم يشتروا، لكن كانوا سامحين للشركات الكبيره الانستتيوشنز انها تشتري، فقفلوها على الصغيرين وفتحوها للكبار. فطبعا رفعوا قضية، في ناس من الصغار المستثمرين رفعت قضية على روبن هود ان انتوا عملتوا السياسة دي علشان توقفوا علينا اللي بيحصل، او ان انتوا تمنعونا ان احنا نكسب، وبتعملوا الكلام ده علشان تساعدوا الشركات الكبيرة انها تكسب على حسابنا.
طبعا شركة روبن هود بتقول لا انا ما عملتش كده، انا ما كنتش اقصد ان انا اساعد الشركات الكبيرة. المهم دلوقتي ان في ديبيت، في قضية مرفوعة على روبن هود، هنشوف هيحصل فيها ايه. حتى ان الكونجرس وومن الكسندرا اوكاسيو كورتاز قالت انها عايزة تسمع هيرنج على اللي بيحصل ده، لانهم عايزين يعرفوا ايه التلاعب اللي حصل، في حاجة حصلت خلت روبن هود تعمل الكلام ده كله. طبعا ايلون ماسك اللي هو بتاع شركة تسلا مش موافق على اللي روبن هود عملته، ودخل على السي او بتاع روبن هود وشلفطه بالكلام، وبقى لهم فترة يعني ايه قال له كلام جامد جدا ان هو بيساعد كبار المستثمرين ضد صغار المستثمرين، مع ان روبن هود دي اللي وقف على رجليها سبب النجاح اللي هي فيه كان صغار المستثمرين. فانت ازاي ففي حاجة، في حاجة حصلت هنعرف في الفترة اللي جاية. اللي نتعلمه بقى من الموضوع ده ايه؟ في بقى 4 نقاط مهمين جدا نتعلمهم من القصة دي. اول نقطة ان انت تحط تستثمر فلوسك في البورصة، فدي بقت حاجة مهمة جدا العالم كله شغال فيها دلوقتي. نمرة 2، الاطفال الصغيرين عندهم 10 سنين و12 سنة و15 سنة بدأوا دلوقتي انهم يحطوا فلوس في البورصة ويتعاملوا بيها. في ناس كتير هتبقى ضد الكلام تقول لك لا يمكن، بس يا جماعة ده لغة العصر اللي احنا فيها دلوقتي، زي التكنولوجي كده ما بقت لغة العصر. الاطفال الصغيرين دلوقتي هم اللي بيعملوا بروجرامز، هم اللي بيعملوا ابز وبيحطوها على الانترنت. لو تدخل على تيك توك وتشوف كمية الحاجات اللي بتتعمل، ومش عارفة يتعمل لك شعرك اخضر وتعمل لك مناخيرك كبيرة، الحاجات دي بيعملوها شباب صغير. فدي بقت لغة العصر دلوقتي. لو انت مش مقتنع بالكلام ده، ان اجلا او عاجلا ولادك هيتعلموا الستوك ماركت، فانت لو انت عايز تدخل جوه الجيم لازم تبتدي من النهاردة. رقم 3، ان في الاتحاد قوة. الناس الصغار المستثمرين دول لما اتحدوا وحطوا ايديهم في ايدين بعض قدروا يوقعوا الشركات الكبيرة على دماغهم، وهيقدروا يكملوا برضو. ففعلا في الاتحاد قوة، فان انت يكون لك كوميونتي من ناس عندهم انترست زي الانترست بتاعك، وتقرا وتفهم وتعرف ايه اللي بيحصل وتتعاون معاهم وتكون واقف معاهم، فعلا هيكسبك كتير، لان فعلا في الاتحاد قوه. رقم 4، الناس اللي هتدخل تقول لي حرام عليك بتتكلمي على المضاربه في البورصه، والمضاربه حرام، والستوك ماركت حرام. يا جماعه القناه بتاعتي اسمها حكايات من الولايات، انا بشرح لك اللي بيحصل في امريكا وبشرح لك ايه اللي بيجرى حواليك، وده اللي موجود في الواقع حوالينا. انا مش قناه للافتاء، ولا انا بدعي ان هذا البرنامج من الازهر ولا مش عارفه يعني. فارجوكوا الناس هتخش تقول لي حرام وحلال، من فضلكم روحوا اسالوا الشيوخ، ناس المتخصصه في هذا الامر، اسالوهم واعرفوا ده حرام ولا حلال. محدش يدخل يقول لي انت كان المفروض تعلمينا عن الاستثمار لله وبناء المساجد. انا يا جماعه مش قناه للوعظ يعني واضح. ما اتمنى ان انا اكون شرحت الموضوع ده بشكل مبسط وسهل، فهمتك ايه اللي بيحصل عشان تبقى على علم باللي بيحصل حواليك. لو كان الفيديو ده فادك بمعلومه، اعتقد انه فادك بمعلومه، انا سهلت لكم المعلومات جدا. ارجوكم اعملوا سبسكريبشن في القناه، شيروا الفيديو على اعلى نطاق علشان خاطر الناس كلها تفهم وتعرف ان في فرص للواحد ان هو يعمل فلوس كويسه لو ان هو عنده العلم اللي محتاجه علشان يوصل للموضوع ده. طب معاكم رانيا سلطان، ودي حكايات من الولايات.